أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أن حكومة مملكة البحرين تولي قطاع السكن الاجتماعي بالمملكة اهتماما كبيرا وتضعه في مقدمة أولويات البرنامج والخطط الحكومية باعتباره من أهم مقومات التنمية المستدامة التي تسعى إلى تحقيقها استرشادا بأجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها الإنمائية الألفية. وأشار إلى اهتمام مملكة البحرين بموائمة الخطط الوطنية والسياسات المنبثقة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، والتي جاءت متوافقة مع ميثاق العمل الوطني الذي أرسد عائمه حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، مبينا في الوقت ذاته سعي الحكومة إلى تضمين الأهداف والغايات في برنامج عملها. جاء ذلك لدى استقبال وزير الإسكان وفدا من إدارة التنمية المستدامة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية لدى الأمم المتحدة برئاسة السيدة ساراس جاغنواث. وخلال اللقاء قال الوزير إن وزارة الإسكان حرصت على تضمين الأهداف الإنمائية في جميع المشاريع الإسكانية. واستعرض الوزير ما تشهده المملكة حاليا من تنفيذ 5 مدن إسكانية في إطار تنفيذ الأمر الملكي السامي ببناء 40,000 وحدة سكنية بأسرع وقت ممكن، والمنبثق عنه الالتزام الإسكاني ببناء 25,000 وحدة سكنية وفقا لما نص عليه برنامج عمل الحكومة. كما تطرق الوزير إلى إفساح المجال أمام القطاع الخاص لتوفير مشاريع السكن الاجتماعي. من جانبه أعرب وفد الأمم المتحدة عن إعجابه الكبير بالتجربة الإسكانية بالمملكة والتي سيكون لها مردود كبير لدى عرض التقرير الطوعي الأول للمملكة على الدول الأخرى.